رحلة ناجحة إنها رحلة آمنة. سيكون الأمر كذلك مع كرسي السيارة يونيتي. تمت الموافقة على الكرسي وفقاً لأنظمة السلامة الأوروبية، وتم اختباره في معهد تاس انترناشونال الشهير. دعنا نتعرف على حلول أمان كرسي السيارة يونيتي. الكرسي له غلاف صلب مع طبقات إضافية. مثل هذا الهيكل المتين يمتص قوة التأثير بشكل أفضل للحماية في حالة الاصطدامات الجانبية. تم إدخال نظام الحماية الجانبية، أي تعزيز الواقيات الجانبية، ونظام الحماية Edge Guard، حشوة إضافية على مسند الرأس تحمي رأس الطفل بشكل أفضل. ولكن لا يوجد أمان بدون التجمع المناسب. سيساعدنا نظام إيزوفيكس للتثبيت والأدلة المضمنة في المجموعة هنا. تحذير: تشير العلامة الخضراء إلى التثبيت الصحيح لمرافقات نظام إيزوفيكس. شيء مهم آخر: يجب أن يستقر المقعد على أريكة السيارة، غالباً ما تحدد التفاصيل السلامة. في يونيتي يكون للأدلة العلوية حصار لمنع الحزام من الانزلاق. في السيارات التي لا تحتوي على نظام إيزوفيكس نقوم بإخفاء السحابات وربط المقعد بأحزمة أمان ثلاثية النقاط. الكرسي الآمن هو الكرسي الذي يمكن تعديله حسب ارتفاع الطفل. يتيح لك نظام التمدد الثنائي ضبط ارتفاع مسند الرأس وعرض الواقية الجانبية بحركة بيد واحدة. قم بضبط الكرسي مضبوط وقت ربط الأحزمة. نوصل حزام الكتف من خلال الدليل، والذي نقوم بعد ذلك بحجبه والورك أسفل مسند الذراع. الآن بضع كلمات عن الراحة: المقعد واسع وعميق ومليء برغوة فليكس فيت الخاصة التي تتكيف مع الطفل وتضمن راحته. تم حشو الأغطية الجانبية أيضا بمواد ناعمة. الكرسي مبني على قاعدة حتى نتمكن من ضبط زاوية مسند الظهر. تزداد راحة السفر أيضا من خلال مساند الذراعين المريحة وحامل الأكواب اليدوي. يمكن إزالة غطاء المقعد وغسله في الغسالة. يقدم كرسي السيارة يونيتي الكثير. نتمنى لكم رحلة آمنة ورائعة.